يسعد لي اوقاتكم حبايب قلبي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا كلكم بقلب خير. انتوا عم تشوفوا فيديو اليوم، اليوم مع حبيبه القلب. شو عنا وصف اليوم؟ شو عنا وصف يا مات عمي؟ هذا اللون حلو. اسم الله. تمام يا غزاله، حلو زيك. كيفك انت اليوم؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. يا مات عمي، اذا بتغيبي انه عنهم يوم واحد انه انا بده يصير في حرب بالكومنتات. يا ليلى، وين حماتك؟ وين حماتك؟ عارفه قد ايه مشتاقه لي؟ لاني انا بحبهم وعم علمهم طبخ، عم بعمل لهم وصفات، بيرتاحوا لي وبيحبوني وانا بحبهم. الله يطول بعمرك وعمرك عم حبيبتي انت. ها، فمن عوايدنا نحن هلا قبل ما نبلش، هلا نحن مبلشين بالغدا وهيك، بس بنبلش على بكير شوي، بنبلش يعني 9 ونص 10 بنجتمع بنعمل بنفكر شو بدنا نعمل اكل وبنبلش. طبعا لسه ما اصطبحنا، بدنا نعمل قهوه الصبحيه. نعمل القهوة، بيرجعوا بيسألوني ليلى أنت بتعملي نسكافيه وبتفكري حالك عم تعملي قهوة. يا جماعة، قهوة أنا فضيتها بعلبة النسكافيه، هول القطرميزات بس يخلصوا، أنا ما إلي هالكبون لأنه عن جد قطرميز غير الشكل. فبستغلها بحط فيها القهوة. ليه؟ لأنه بتعرفوا القهوة بتاخذ ريحة إذا حطيناه بشو ما كان. وغير عن هيك يا مرت عمي، بدوقك شغلة مع القهوة حيعجبك كثير. خليني أوطي النار. يا مرت عمي، جبت امبارحة برمة، والبرمة لما بدنا نجيبها من مين؟ من مين بنجيبها؟ من عند ابو اللبن، ما بدها اثنين يحكوا فيها. ليكو شو جبت كمان؟ جبت هول الفطاير المحشيين جوز. كثير كثير طيب الفطاير. الله يسلم ايديك يا ليلى هشام. حبيبة قلبي، الله يسلم ايديك يا ليلى هشام. فرح نحط لنا كم قطعة برمة. شوفوا شكلها عن جد يعني بحسوا بيدعمها بيدعمها، خاصة البرمة يلي السورية. شغل اهلنا السوريين بتيجي خرافيه. مسيوطين مسيوطين يعني بالبرمة. انا عقلي مع القهوه مدفور. يا عم حبيبتي انت، خليني انا اقف عليها. لا ما بيأثر، ما بيأثر، هيتني حدا يعني. طلع يا مرت عمي الدائره، يعني هذا الكنافه بسموه شع... عجينه الكنافه. عجينه نعم. الكنافه نعم. او البصمه، هيدي بسميها بصمه كمان، او عصمه اللي كمان رقيقه يعني بتحسي. بس مدعومه بتفتق الحلبي، مدعومه شكلها بشهي ما شاء الله. هلا حتاكلي وتدعي لي. سلم، بدعي لك من عدم اكل حبيبه قلبي. القهوه فارت، شوفي كيف بس تفور بتفور ترجع بتخمل. لا ها هيتها، يلا فارت فارت. يا سلام، هذا الوش للوش يا ليلوشة حبيبه، لانه الوش للوش. شوفي شو حاعمل، رح شيل من الوش، حتقصم الوشين، حاقصم الوشين، اصمد الحق معلش. هلا بيقولوا ليه ما في ثلاث فناجين؟ ما بتشربي جوزك قهوه؟ لا ما بنشرب جوزنا قهوه. ما بنشرب جوزنا قهوه. لا ما بنشرب جوزنا قهوه. هيدي ما بحب القهوه، هيدي قبل شوي شربنا نسكافيه ما بحب القهوه. صح طيب، بس بحب قهوه المصبات يلي بتنباع بطرابلس. غيوم صح، تجي خفيفه هذيك مصفيه. بتعرفي ليش بحبها؟ مصفيه لانه عطر، لانه فيها سكر. امانه الله يرضى عليك ويحن عليك. بس هيدي قد ما حطيت لها سكر بتضلها مرات ما بيحبها. ليه هونيك يا مرت عمي؟ انا ما بحبها، ما انا معود علي عم مش حبيبتي. نفس القهوه ما بحبها خلص. هذيك بيغلوها مليون وش بكرروها، بتحسيها مي سخنه. شوف ايش اكثر هي عم بتفوت، يعني ما ببلش الصبح الا مع شو؟ فنجان القهوة، نصلي على النبي محمد. خلص سلم دياتي. رجعي طنجة، رجعي طنجة اعملي معروف. بنرجعها لقدام. جبت محلي بس لانصح الصينية. نقطي قهوة يا مرتي على الصينية؟ نقطت ايه، لأنه ما بعرف هيدي الركوة على قد ما بحبها على قد ما بتشرشر، يعني شو في هيدي؟ أنا ما عم صب هيك بسم الله. ما نقطت. يا ويلي، انت وجودك بيرعب، بيرعب ركوة القهوة. انا وجودي بيرعب ركوة. وجودك بركة. يا سلام، نقطت شي ما نقطت. هاي الله يسلم ايديك يا ليلى هشام حبيبة قلبي. انت ماما شو عم تعملي لنا هون؟ ما هذا؟ عيوني هيدي سألونا عنها كذا مرة. نعم. ناس بتقول خبيزة، ناس بتقول شو يعني الطيفة؟ ايه. وناس بتقول شو يعني أربوزة؟ هيدي عنا الأربوزة، عنا هيدي دور بسيط بكل لبنان. منا أربوزة هاي؟ والطيفة. هيدي الطيفة. هاي ماما حبيبي الطيفة هي ذاتها. الأنعام؟ هي ذاتها. لا الأربوزة بتجي ورقتها مثل حلقات شوي عريضة. ما بتتاكل يا أمي يا عيوني زيرة. أنت، هيدي الطيفة وهيدي أربوزة. هدول أهل اللي عندهم أراضي وعندهم مزارعين. بتطلع بين اللوبيا، بتطلع بين الدرة، بتطلع بين البندورة. أه. نبتة كتير نظيفة وطيبة. وطبيعية يمكن ما بتنزرع هيدي. أبداً، هي طبيعية، هي رب العالمين حالة، لا رش ولا شيء. هيدي ليك ها، أنا هلا بدي أعمل
بحامض بدي اسلقها سلق باخذ عرق منه. حامض يعني توم وزيت وحامض. زيت وتوم مثل الهندبه ليلو شايف مثل الهندبه. بيجي انا بقيس وين واصل العساوي فيها ها؟ ما بناخذه. ما بناخذه. نوصل لهون. هون طيب. بما انه للسلق بنشيله. بنكبها. حلو. وما تقولوا الكمية كبيرة لأنه هذا هلا من بعد ما ينسلق وينعصر مثل الملوخية بيطلع لنا عصورتين ثلاثة يعني يا دوب يا دوب صحنين منهم كتار. أنا بحب. عمو حبيبتي ما بتصمد. ما بتصمد يعني مهما عملتي ما شاء الله بيطلع قليل صح. بس اللي حلو بيعرف المتابعين شو اسمها يعني معروف عنا اسمها العلمي يعني بسموها عرف الديك. ما بعرف. في ناس بتقول عرف الديك يعني اذا حطوا على جوجل عرف الديك عرف الديك هي كل المعلومات ليك عم بيجي هي في محلات فيها زهرها في محلات بس تعسى وطيبه فرطات طيبه تعمل زهره مش بس هيك امي هي بتتاكل امي هيدي اذا هيدي النبته اذا لحقت وفاتت بارض ما بقى تطلع منها بسهوله بتملي الدنيا ايه كانك رشش هرش ايه صعب يقضي عليها ليك زهر تعبها بتصير هيك هلا قدامها اذا عملت هيك كثير ما بقى تتاكل هيدي منشيلها ها هي منشيلها هيدي ورقتها ليك ورقتها بتشبه الملوخيه وانا ايه. عم اقول اللي انا بحبها عم اقول تحت بنقدلك وحده عم اقول انا عن جد ليش بحب القطايف كثير بتشبه الملوخيه هي بفصيله الملوخيه عم حبيبتي هي ورقيات كلها هي فصيلتها لكن وصفتنا لليوم يا سلام اليوم احنا مغنجين اليوم شيخ المحشي باللبن وقطايف عم بتعرفي هلا تبسي على برغل على رشه برغل لتاكلي صبيعك وراها بتعرفي حعمل لك زيت المشكله انه هيدي العشبه ما بتلتقى بكل ايام السنه ايه مع الاسف لا يا اولاد بس بتطلع بالربيع وبس ترمي زهر خلص ما وقت تاكل بتصير بتحسى ماشي بتحسى نهائيا ما بقى تطلع بعض بموسم ثاني بس يا عمي المشاريع النينون بقفاص عم يعملوها تحت اللوبيا تحت البندوره بتطلع بيجوز بتطلع بس كميه قليله ايوه بتطلع ماما بتطلع على الدره بتطلع لكن ما تعملي حلو بالباذنجان اخذ يلا قلبين يلا قلبن قلبن عمو حبيب تعملي معروف اذا المي عم تغلي قولي لي كثير عم يغلي حطيتي فيها ملعقه ملح ليلى؟ لا لا بدنا نحط ملعقة ملح اجباري كل الحشيش بدنا ملعقة ملح حطي يا شاطرة حطي يا بس يا شاطرة مي وملح هي كثير كثير غلي نوصي تحتها نوصي ما بدنا هقد غليانه بدنا نبردها شوي اذا بتريدي بردها وقال لك تهريهم تمام لكن اعملي معروف ها يلا بردي هيك بس كبية حوجي موتي الغطاء يعني كسرنا برودة المي نتفي يعني كأنه عم نسلق ورق عنب الورق عنب إذا خليناه بمي عم بتبقبق كتير بيهترق الظاهر القطايفة نفس الشيء ما تعملي أنا بعملهم عنك عمو حبيبتي يلا هلا بتغسلي عمو حبيبتي بتحطي له السلق بتسمي بسم الله يلا يلا ها يلا بسم الله من الغسيل للسلق صح يا شاطر وحنرجع نحطهم بالمي البارد بعد السلق عمود البارد دغري حفظتي درسك كرجة مي يا كسليني يا ليلى عم تنطبع لك هالكلمة لا كتاب القراءة العربي كله اسم ليلى 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 ماني كسليني لا ماني كسليني لا بتعرفي انا بطل انت شو؟ بطل لا هيرو يعني؟ لا لا بطل انا رجل خارق يعني هيرو لشوف ليه لشوف ليش قال هالكلمة طول ليه قلت هالكلمة مثل ما في سوبرمان سبايدر مان وهذا شو اسمه كمان باتمان انا كاميرا مان هيك معلش هيك معلش معك حق والله من ما حدا قال بالكومنت انا بطل ولا هادي كاميرا مان ايوه والله احلى كاميرا مان بالكون يا عمي يلا حبيبتي شكرا شكرا هلا نحن خلينا وحده رطه لنعملها على برغل بزيت مقليه بزيت تبعت البرغل غير تبعت السلق تبعت السلق بنخلي فيها الضلع لانه بيستوي بالسلق ايوه بس تبعت البرغل لا قد ما فينا ننزل منها بننزل بنلحق الرخص وين الرخص لهم يعني حتى ايه عمو حبيبتي بنخلي الضلع شوي ما كثير ليكي هذا دش عاصي ليلوشه ما بنحط هذا ها بنخلي هيك شفتي يا شاطره هذا لانه برغل لانه برغل هلا بنعمله مقلت كثير طيب بقشر لك بصلة؟ اعملي معروف yeah. عمو حبيبتي اول شيء بده غسيل yeah. وتصفي بعدين okay. نعمله بدك يلا ها شفتي يا ليلى؟ تعال دوسي يا عمو حبيبتي دوسي يا
خلاص خلاص شفتي بس ندوس الضلع هذا استوى خلص ما بقى فيني شو ما اخليه حالي خلق هاللوم ما اجمل هلا نشيل المي السخنه عوين يا شاطره حط لك الغطا لا عليكي بالغطا ما حدا قط لك ولا نطفه مي ما تخوفي لا تخوفي ايوه ها علمتيني الدرس ها بسم الله طيب ها طيب شوف ما بيجي معك تعا معه بسم الله ها ما شاء الله طلعت تحت الطايفة كل شيء بيشبه الملوخية عم تحبه ايه انت بتعمل ملوخية قريبا شفتها ايه انت وعجبيني ها بتعمليها انت ناكلها سوا يعني حفظتها عن غير انت بسم الله الرحمن الرحيم ما تعمل بعدين شهر كلهم قليتهم تعمل تمام خلص. تمام شفتي يا شاطرة خلصوا ما تعمي هولي برد ورح حطهم بالمصفية ايه عمو يبردوا منيحة بردوا منيحة ايه يلا يلا بعدين بعصرهم بعدين بتعالي احكي بتعصرية المهم هدول هلا خلصوا بقى ما بدهم غير عصير تمام احلى شيء القعدة يعني عادي ملوكية الله يرضى عليك حياتي الله يرضى عليك ويحمي عليك هاي الباذنجانات يا مرت عمي صاروا جاهزين تمام هلا اساس وصفتنا لليوم هي الشيخ المحشي القطيفي هيك تشكيله هلا شو بنعمل؟ عمو حبيبتي هلا بدنا لبن اذا بتريدي مرت عمي سؤال نعم كثير عم يشتكوا انه اللبن عم يفرط يفرط او يقرش او يقرش شو الحل؟ عمو حبيبتي اول شيء ملعة اكل اللي ماكل فيها نشا اجباري حطوا نشا على مسؤوليتي ما حيقول مهما كانت كمية اللبن كتيرة يحطوا ملعة نشا بسم الله هلا هول قد ايه بسم الله ما بدك نصهم هدول ليلى نصهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لك لا لا وطي ايدك وطي ايدك سمي بسم الله وطي ايدك نزل شوي ايه وزي شوي شوي بسم الله الرحمن الرحيم نزلهم كلهم؟ لا كتار كتار شبك صار ايدك صغيرة ليلوشة ما شاء الله يعني بدك يعني خمس كبايات خمس كواب يعني كل كيلو باذنجان قد ايه بده لبن كم كوب لبن؟ كباية كباية بدك تعملي حسابك اها قد ايه بسم الله نزلي 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 بس 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 يا شاطرة يلا ها هيدي بسم الله الرحمن الرحيم رح جيب النشا جيب النشا ومنرد هذا على البراد ايه قبل ما نجيب النشا بنجيب الشريط بنسيغ اللبن يلا بنحركهم يعني ايوه لحتى ما نعود نشوف فين ولا هالكتل هيدي هيدي الكتل بتخلي اللبن يفرط هذا النشا وهذا الشريط يلا عمو حبيبتي شوفوا قطرميزات النسكافيه بس اعملي معروف حطي صحن هون اذا في شيء الملعقة يلا جيبي ملعقة أكل يا ليلى لنفرجيهم بعينهم انه نحن قد النشا عمو حبيبتي قبل حركي حتى يروحوا هالكتل كله يلا اعملي معروف على فكرة الغاز مطفي ايه لك ممنوع على الغاز ايه يلا لكن لك رح تقلي ما تعمي حطوا هون مي ايه مشان تزيد عليه ايه ليلي ما بيزبط معهم بهالحاله بحطوا مي سخنه بدل مي البارد بس مستحيل ما يزبط عمو حبيبتي عم يجيكي كذا كومنت اللبن عم يفرط اللبن عم يقرش ليش ما بعرف بلكي نوعيه اللبن تفرق ما لا بعرف لا 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 بس تحطوا نشا مستحيل يفرط بعدين لبن عجل لبن بقر يا ربي ايه ما لبن غنم هلا في ناس عندها لبن محزن تخيل العجل في ناس عندها لبن غنم من قله تيس بيقول احلبوه ليالي ما بيعرف اللبن يعني يوغرت يعني يعني زبادي يعني زبادي مش حليب حبيبتي بسم الله الرحمن الرحيم يا عيني عليك انت كيف صادقتي ها ليكي ها خير شفتي يلا عسل يلا وقفي قفي يا شاطره لحظه لحظه بعد امرك شكي هي شاطره لحظه لحظه ها دوبي لي ملعقة نشا هون يا شاطرة يلا هو لعنو على البارد ما حيأثر عمو بس حطي اياه خلص هيدي هي يلا يعني انت خايفة قرشو ايه ما بيقرشو عمو هذا احتياط ايه انا يعني صرت انا كذا مرة صار معي عرفتي ده بقى مشان هالمبتدئين ياخذوا فكرة ياخذوا فكرة يعني عرفتي كيف بس طالما اللبن بارد يعني حتى لو حطيتوا النشا مباشرة على اللبن اكيد ما حيأثر ما بقى انا ايه خلص مش بارد بسم الله ايه حركي حطي وحطي يا شاطرة يلا خلص حطي الصحن هون لنحط الملعقة محلها يلا حركي يوم شعل الغاز يلا ليلى عمو حبيبتي اللهم صل على النبي شعلنا الغاز شعلتي الغاز حطيهم هلا هلا هي بس لحتى يغلوا بس يقبوا لفوق منيح منيح لايكي لا ملح ولا شيء ابدا ولا شيء ولا مي لبن ونشا لا ما حطيت مي اساليني هالسؤال لا ما حطيتي مي ما تعمين طرطي لا لحتى يفور بسرعه صح ها ها ليك المي هلا عم تفور يا شاطره يلا يلا يا شاطره ناخذ وقت اقل يلا بالطبخه يلا ها هون صاروا خالصين
ليلى عمو حبيبتي غلي اللبن ها. والله يلا هلا شو بنعمل؟ هلا عمو حبيبتي هلا ما حطيت مي انا. لكن ركوة بدي اطلقها فوق اللبنة. ركوة سخنة. بدي اطلقها فوق اللبن بسم الله. عطيني غلي. ها. بسم الله. شفتي يا شاطرة أنت؟ مستحيل يقرش اللبن هلا. هلا كلهم بيسألوا عم يقرش معهم، شو السبب؟ هلا عملنا هالطريقة قدامهم لحتى يشوفوا بعينهم. يعني هيدي الطريقة إذا اتبعتوها مثل ما عملتها مرت عمي احتمال مليون بالمية ما يفرق ما تقرش معكم، حتنجح معكم. فمرت عمي هون أنا حطيت اللحمة. هيدي اللحمة بلا زيت بلا سمنة بلا أي شيء. شعل تحتي ما تعمل؟ أكيد. ليه ما حطينا زيت وسمنة للحمة؟ لا سمنة ولا زيت، باذنجان مقلي ما في أطيب منه، ليكي ها؟ الباذنجان مقلي. إيه، فعلا ما في لزوم السمنة والزيت. ما بدنا كثير زيوت. بس بدك تملحي على كيفك وتبهري، بس انتبهي إذا بدك تحطي لبتون ملح. إيه ما بنكتر ملح. يلا سمنة بس. لكن أنا بس سبع بهار. صحيح. قديه سبع بهار؟ حطي رش ملعقة صغيرة بس خلص. نص كيلو لحمة لثلاثة كيلو باذنجان، والله هالأكلة ما بتاكل كثير لحمة. وهلا شو ما أطيبها؟ أي نص كيلو لا والله أقل هولي 300 جرام لحمة. وإي ونص يعني. إيه وإي ونص 300 جرام لحمة، يعني كل كيلو باذنجان بده 100 جرام لحمة. يعني والله ما كثير أبدا. طيب ليلى عمو حبيبتي حوشته بسم الله. حوشته؟ هذا هو. بطفي؟ رشي غين رشي. سمي بسم الله يا شاطرة. لكنا باذنجان مقلي بس صفيناه بالصينية. منرش اللحمة هيك فقط. هاي رشي رشي عمو حبيبتي. أمي أنا بعرف الشيخ المحشي نعم. بيشقوا خلطة باذنجان نعم. بيحطوا فيها لحمة. ماما على الغليان بيرجع بيطلع. صح. مهما حشيته بس اللبن يغلي بيرجع بيطلع كله لبرا. يعني مثل اللتا يعني عزال على الفاضي. بقى بنعملها هيك أحسن لنا بنسكب على كيفنا. أنا بعرف من زمان أنت كنت تعمليها إنه تشقي باذنجانة بالنص هيك. وحشية لحمة. وتحشية لحمة. صحيح. ما هو ليش اسمه شيخ المحشي؟ هو عن جد لما بتشيلي الخرطة هاي ما بيكون فيها لحمة. ما بيكون فيها لحمة. بلش يتقشقشين عليها من الصينية. هاي مشان البنوتات الصغار ومشان ستات البيوت اللي ما بدهم يتعبوا حالهم. يلا عمو سمي بسم الله هاي اللبن يغزى العين. شفتي ما شاء الله؟ ما شاء الله يغزى العين. فرجيني حبيبتي انت يا صلى على النبي محمد. صلى الله عمو حبيبتي يلا والله اعطيكي صبيعك اليوم. ولا تنسي الملوخية اذا الله رد. او ليك؟ بسم الله الرحمن وطي ايدك بسم الله بسم الله. اسهل واطيب بس ما بكفي عمو حبيبتي عبي عبي عمو بس خلص والباقيين بس خليهم هلا انت بطلع بيغلي بتحسيه نقصوا شوي ايه بتزيديه شعل النار تحت نح لكن نسمي بسم الله شعل شعلنا ما هن هلا مستويين صاروا ليلوشه اللحمه مستويه الباذنجان مستويه ولا بمغلي بتعرفوا شغلي رح انقلها على هيدي العينه ايه يلا وشعل هون ها هي يا خاطره خليها هلا فينا نحركها نتفه ايه فيك فيك تشقي شق ايوه فيك تشقي هيك يعني شايفين التحركة ايه فيك تمرقي الملعقة بقلبه نمرق اللبن بالباذنجان صح وهيدي نازلية منيح ليلى هيك هيك نايمية تمام ما بيحطوا لها نعناع يابس هلا حكاها هلا بس لتغلي نعناع يابس وتوم بتطلع ريحة والله أنا شاطر بالطبخ ها يعني عيوني أنت يا أمي ما عندك عائلة الله يخلي لك كلهم يعني بتذكر أكلتك مثلا أو هذا بقول يا عمي هذه كان فيها هيك كان فيها هيك أكيد بعدين مرتك طباخة ما تنسى كمان عم تتعلم منها أنت كمان شو تعال نحكي الحقيقة رح شلي هاي مشان ألي فيها توم يلا عمو حبيبتي يلا ها الرزات صاروا جاهزين يا مات عمي طبقت الرز بسم الله يغزى العين ما شاء الله ايه ما شاء الله يغزى العين غطيهم الله يخليكي يعني هاي الاكله بدها رز اكيد هي بتحب كثير بتحب الرز مشان الناس اللي ما بتعرف الشيخ المحشي كثير بتحب الرز بسم الله لكن فينا نقول هلا شو بتعرفي امي انا هيدي من اطيب المحاشي اللي كلها كثير طيبه هالاكله خفيفه خفيفه كثير كثير طيب هلا بعدين باذنجان مين ما بيحب الباذنجان؟ انت اكثر وحده، مرتك بتحب الملوخيه اكثر وحده وانت بتحب الباذنجان اكثر وحده اه والله لما كان بالبيت عندي باذنجان بيتي لتاني يوم والله عشيه الساعه 4 بس يلاقي باذنجان لهلا دغري يلا لهلا دغري كلها صح فهذا التوم هلا انا هذا التوم مجمد طلعته من الفريزر قد ايه بحط توم؟ عمو ملعب بيحب التوم بيحب التوم ايه بيحب التوم ايه فرجيني حبيبتي ايه حطيه لسه شوي؟ لسه ايه فرجيني ما تكتي كثير لالا بتحصل عم تطلع كثير هاي اللي بالها الجبل بزل عين يلا حطيهم خلي يكونوا عذاب كمان احسن ما تقولي يا عمي حطوا طول بعرفك انا لا بطيبه بطيبه التوم وهلا النعناع بس خاطرة هلا ممكن في ناس بتقليهم للتوم والنعناع ايه ذوق هيدا بس كمان هيدي طريقه كثير صح لانه بتعرف ليش بيقلوا؟ لانه التوم بيزرق
بيخضر ايوه بعد مثل بعض ده بتقعد عندنا يعني هيدي ناكلها ونحمد الله يعني عن جد هي اسهل وصفه محاشي انا بشوفها بحياتي طلعت ريحه طلع لي شمي يا ليلى شمي الثوم والنعناع بيعملوا فرق 180 درجه قال لك شو انزلي على الدرج كزري وطلعي قولي لي وين وصلت الريحه على راس الشارع فعندي هون مقليه لنعمل القطايفات قبل ما هدول اخذوا اخر غلوه اكيد عمو حبيبتي هاي البصله اللي فرنتيه انت هاي البصله يلا بصله وحده طبعا الجلي عم ينشال اول باول اكيد عشان ما ننعجق بالمطبخ و... لكن اذا في شقفه لهي اذا في شقفه يلا احنا ما بنكبش اكيد كله بيستعمل هول يلي عصرناهم هول اللي سلقناهم وعصرناهم مثل الملوخيه وهذا هذا بعده اخضر يعني هذا لا مسلوق ولا شيء هذا بس غسلناه وفرمناه ما تعمل لازم انطر لحتى يعملوا عم حبيبتي تحمر البصل لتحمر البصل لكن ليلى نعناعك طازه فريش ليش اخضر اخضر صح صح يا ليلى مش صح يلا ها خلي هيك يلا بدي احط بالرغيف عمو فنجان قهوه فنجان قهوه اسمر خشن يا شاطره بس يا شاطره بس لا هلا ده شايفين الفطار انت هلا شكله بيطلعوا ايه بيطلعوا صح يعني هولي للبرغلات يعني بدل ما حيقعدوا هلا قرن تبطك يا ام ملوخيه بالزاويه ايوه بالزاويه ما تعملي هلا بتذكروني باكل كثير يا حبيبتي بتحبي الملوخيه كثير بحب الملوخيه ما تخبي ليلى بتعملي وانا بحب الباذنجان كثير وهيدي بحب الباذنجان كثير صح وهيدي بدي تبلهم مع زيت وثوم وملح زيت زيتون طبعا والحامض على الطلب يا ليلى على الذوق يلي بحب حامض بحط له ما بحب ما بيحط بس تحمري غير لونه بس بنحط القطايفات بنحط القطايفات يا شاطره انت ها يلا عمو حبيبتي بعد املك حطيهم خلص رشي بدورهم شايفين اللون بس يعني بس دبلناهم ايه بسم الله ايوه هلا بيقولوا شو كتار هلا شوفي هلا هلا بيطلعوا صحن صغير لقمتين بالعدد يرتبوا ما يشوفوا كميه كبيره يكثروا ملح لا رشه ملح بسيطه خفيفه لانه بيزن كثير بس ما بدها الا ملح بس رشي البرغلات اي من شيء رشي يا شاطره ما بينوا بس برغل ناعم هذا يا شاطره ايه برغل ناعم قلت لك انا برغل خشن عن جد؟ يلا ما انا مش خطا مطبعي جيبي حبتي اسد كله خطا مطبعي عم رشة ملح خفيف يلا حطيتي برغل ناعم بدل برغل خشن؟ لانه هن خشنين ليلوشي بدهم برغل خشن هلا 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 احسبك بعدين ياه معقولة ما بنكتر ملح لانه مثل ما قلنا صح بس عمو حبيبتي انت هلا شفتي يا شاطرة؟ لا ليش ما تحطي طيب برغل خشن؟ حطي لانها هي خشنة وانا خشنة انا فكرت برغل لا هلا هلا ما فيها تحط امي برغل خشن؟ لا في برغل كثير ايه بصير البرغل كثير ما بدنا منه كثار يا دوب انت شايف هيك هلا شوف شو بدك انت بهالشغلة؟ شو بدك بهالشغلة لك يا هيدي؟ بيعرفني انا ما تعملي قدرة ما شاء الله هلا بيطلع الريحة شموا الريحة شموا والله ريحتهم ما شاء الله ليلى طيبة كثير طيبة ليلى كثير مرت عمي نعم انا هون حطيت ثوم ايه ليكو قد ايه حطيت ثوم حطيت بس هالثوم ايه وملح وزيت زيتون ايه هلا الحامض مرت عمي قالت ما تحطوه تما يغير الطعمة يلي بده بيحط حامض قد ايه بحط قطايفة حطوا لا عمو قد ايه بدكم تاكلوا وجبتكم هلا انتم بسم الله بنحط هاي ايه انت بتعرفي وبحط هاي والباقي بحطه بالبراد بغرفه بكلينك فين بدلع بكره تمام هدول تمام انت بتعرفوا اذا بهدول هدول هاد خلص حوشي بدك اسي هيدي انا ايه هلا انا بدي بس بدنا ناكل شيخ المحشي تمام لكن هو كيفية تمام خير الله وهدول خلصوا يا لالي بس كفر هلا بالصحن يا مرت عمي ايه دغري عمو حبيبتي انت بالنص شوفي لونهم بشهي هلا شوفي الطعمه هلا هلا هادي حيكيف عليهم ما هادي ليلى حتكيف علي تعبي حاجه هادي انت يا ام الطايفه يا ام ملوخيه يا ام يا ام الطايفه تعبي حاجه هادي تحبي كل كلمه هادي يا حرام ما خصو هادي يا حرام عيني على هادي ما بياكل يا عيني عليه شايفين الام كيف بتدافع عن ابنها ام حبيبتي انت بعدي يا واحد يلا يلا هذا وين بنحطوه عجنب عجنب زي الطريقه شو رايكم يعني متمنية اني اقدم لكل حدا فيكم صحن من هذا الصحن لاسكب كمان شيخ المحشي لفرجيهم يلا عمي يلا حبيبي لانه في كتير ناس يلا. ما بتعرفوا اصلا للشيخ المحشي ببعض الدول مثلا
كانوا يسموه مثلا شرم الشيخ مثلا. شرم الشيخ او الاهرامات. بدل شيخ المحشي شرم الشيخ. شوفوا ما شاء الله الريت، شوفوا شوفوا الريت. ضربي من تحت لشوف شوف بيته هذيك الساعة. ايه نشف مالك عمي نشف على الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. رزق شهي. يلا بدك اياه هون هيدا نص بنص ولا بحط لك الشيخ المحشي؟ ما بتفرق معي، المهم انا رز وشيخ المحشي. طيب ماشي، كيف بنحطه اي اول اول تحت ما هي وزيتها. هيدي بحبهم فوق بعض، اول شيء رز وعلى وشه شيخ المحشي. وقت السكب ايه؟ وقت الاكل، بس وقت الحط على الطاوله بنحط لا. ايه بس هيدي الطريقه بالتقديم ارتب، انه نعم. نص رز نعم ونص نعم. حبيبتي يا ليلوش يا شاطره انت. بسم الله. شايفين شكل الباذنجانه؟ يلا عميرة مصليه على الحبيب محمد. باذنجان كيف ما كان شكله وكيف ما كان طريقه عمله امي طيب. عن جد ايه والله، يسلم تمك يسلم ايديك يا مرحبا. على فكره معكم خبر من الباذنجان بسموه لحم الفقير؟ الباذنجان؟ الباذنجان. اسا وحده عمو حبيبتي انت. اسا باذنجانه؟ نقي حبوبه صغيروره شطوره. تمام نقي حبيبتي. تمام يا عيني عليكي يا شاطره. لا لا تعلمتي الكار خلص. ما شاء الله تعلمتي الكار. ما بقى فينا عليكي الباذنجاني. ما بقى فينا عليكي الباذنجاني. دايبي يا جماعه نازله زبده زبده. تمام ليلوشي حبيبتي. لنجيب معلقه. يلا اعملي معروف. بدي هلا فرجيكم الباذنجان. بسم الله ما شاء الله كيف زبده. ليكو بدي فرجيكم شايفين كيف؟ يعني ما بلحق احط المعلقه، دايبي دايبي دوبان. فرح شيل هلا معلقه مع انه نار نار عم يغلي. لا اوعى انا ما فيكي. بدي ادوق هيدي. رح جرب قد ما فيني برد لك اياها هيدي. هيدي لنشوف. وتدوق وتعطيني رايك. سمي بسم الله. عقولة سمعت عمي قول بسم الله. بسم الله. واو. خرافي. شيء رهيب. صحيتني هيك. صحتين صحتين. اعطيها لها الغواره لقمت من عيني اعطيها. كثير 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 طيبين. صحتين صحتين. يلي ما بيعرف هالوصفه جربوها، ويلي بيعرفها وبيعملها بغير طريقه جربوها على طريقه مرت عمي، ما رح تندموا ابدا. ومثل ما شفتوا سهله، لا بدها حشي ولا بدها قلي توم ولا كله تطبيق. وكثير طيبه والله يسلم ديك. وخفيفه ليلى زكيتك ملعقه قصه ملعقه لسه معلقه وبتكرم عينك. هيدي ما بقى ينطر لحتى نختم الفيديو لانه بيحب اكلات امه. بس اكلات امه ما بتحب اكلات مرته. اكلات مرته اكيد. هلا برد لك اياها. ما هي مرته الاصل. ابخا حبيبه قلبي الله يخليك الله بعافيك. بخاف لتنلدع. الله يسلم هديك. شوف ندوق هال هال صحة وألف عافية لك أنا حبيب قلبي. أنا هون رح أنهي الفيديو تبعي لليوم. بتمنى من كل قلبي تكونوا استمتعتوا معنا وعجبتكم الوصفة. إذا عجبتكم ما تنسوا تضغطوا على زر اللايك واشتركوا بالزر الأحمر يلي بأسفل الفيديو تنكبر هالعيلة الحلوة أكثر وأكثر. وبس تكبسوا على زر الاشتراك بيطلع لكم الجرس، تكبسوا على الكل حتى كل ما ننزل فيديو ينزل عندكم إشعار وتحضرونا وتصيروا فرد من عيلتنا. لا انت قلتي بصوا على الكول ولا على الاول؟ هب في اول وفي كول. يلي تليفونه انجليزي اول، يلي بالعربي كول. كول ايوه. فبحبكم كثير كثير وملتقونا بفيديو جديد باذن الله. بتحبين قدي ولا انا اكثر؟ ما تعملي شو رايك انت؟ ليه هالاحراج؟ انا لا ليه هالاحراج؟ قدي ولا اكثر؟ انا بحبهم كثير حبيبتي. طب انا اكثر ولا هن اكثر؟ اكيد اكيد. هلا هي حبيبتي انت وهن كمان بحبهم. انت بحبك كثير حبيبه قلبي. الله الله يخليهم يا رب. سلم على كل واحد فردا فردا. سلاماتي لكل شخص يبعث لي كومنت. يا مرت عمي يا الله والله انا بحبه الليلة يا حبيبي. يا الله اليوم اللي ما بتنزل مرت عمي معي بيجرسوني بالكومنت. يا حبيبتي انا وين حبيبتي؟ وانا بحبهم كثير. الله يخليهم يا رب. الله يخليهم. فاكتبوا لها تحت بالكومنتات لانه هي دائما بتقرا كومنتاتكم. اكتبوا لها وصفات خاصة هلا اللي بدكم اياها. وصفاتك بتبرد على القلب مثل هالقطيفة على برغل على توم وحامض وزيت زيتون. صح. فاكتبوا لها بالكومنتات وملتقونا بفيديو جديد باذن الله. باذن الله. باي. باي.